طيب خليكم عارفين حاجه بس كده، ان اول لما حضرتك بتوصل 100 دولار او لما بتبلغ الحد الادنى اللي هو ال 100 دولار على حسابك على جوجل ادسنس، ادسنس بيبدا ان هو يحول لك الارباح بتاعتك دي من حساب الادسنس بتاعك للحساب البنكي. طيب في حاله ان انت لو وصلت ال 100 دولار وانت ما حطيتش حساب بنكي، او بمعنى اصح ما ربطتش الحساب البنكي بجوجل ادسنس، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ ساعتها ادسنس هيعلق لك الارباح، لان هو مش هيبقى لاقي وسيله يحول لك عليها الارباح بتاعتك او يسلمك عليها الدفعات بتاعتك. فانت في حاله لو وصلت 100 دولار وما كنتش رابط في ادسنس حساب بنكي، ادسنس عمره ما هيعرف ان هو يحول لك ال 100 دولار بتاعتك، او بمعنى اصح ارباحك عموما سواء كانت 100 دولار او اعلى من ال 100 دولار على حساب، فساعتها انت مش هتقدر ان انت تستلم الارباح بتاعتك دي. فخليني اقول لك بس كده على حاجه، ان انت لازم قبل ما توصل ال 100 دولار لازم ان انت تكون رابط حسابك على ادسنس، لازم تكون رابطه بحساب بنكي منع لتعليق الحساب، وعشان برضه تقدر ان انت تستلم الدفعات بتاعتك. طيب ايه هي وسائل الدفع بتاعتنا، او بمعنى اصح ايه هي الوسائل اللي احنا نقدر ان احنا نستلم بيها الدفعات بتاعتنا من جوجل ادسنس؟ لو جينا دخلنا هنا كده على الدفعات، ومن الدفعات دخلنا على معلومات الدفع، هنا بيقول لك طريقه الحصول على دفعاتك اضافه طريقه الدفع لتلقي ارباحك. طيب هنا الخانه دي زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان هي بتظهر بعد ال 10 دولار، ما بتظهرلكش اول لما انت بتنشئ حساب ادسنس، لا بتظهر بعد ما انت بتتم ال 10 دولار على ادسنس، بعدها في خلال الاسبوع او بعدها ممكن ب10 ايام بتلاقي الخانه دي ظهرت. طيب هنضيف طرق الدفع دي ازاي، وايه المطلوب مننا في طرق الدفع دي؟ كل اللي علينا ان احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نختار اضافه طريق الدفع. طيب دخلنا على الصفحه دي كده وبيقول لك اضافه طريق الدفع، هنا بيقول لك اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني واضافه تفاصيل جديده للشيكات. اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني دي اللي هي بمعنى اصح الحساب البنكي، ان انت تربط حسابك على ادسنس بالحساب البنكي. طيب هنا اضافه تفاصيل جديده للشيكات، هو هنا طالب مننا ايه؟ هو هنا مش طالب اي حاجه تماما، هو هنا بيقول لك ان هو يحول لك الدفعه بتاعتك عن طريق الشيك. فانت بتشوف ايه الاريح لك، هل الحساب البنكي اريح لك ولا طريقه استلام دفعاتك بالشيكات هي الانسب ليك؟ انا واحد من الناس بصراحه انا بفضل الحساب البنكي، لان التفاصيل بتاعت الشيكات او بمعنى اصح الشيكات في جوجل ادسنس عموما او في مصر عندنا هنا عموما لما بتيجي بتتحول لك من بره، انت لازم بتقعد ان انت تلف وراها على ما توصل للشيك بتاعك ده، لان هو ادسنس بيبعته لك عن طريق البريد التابع للمنطقه بتاعتك، واحنا زي ما احنا عارفين هنا البريد المصري عندنا ممكن ان انت تفضل ان انت دايخ ورا الشيك بتاعك، ممكن الشيك اصلا ما يوصلكش، ممكن تدخل في قصه كده انت في غنى عنها. فانا اللي بفضله بصراحه ان هو اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني او الحساب البنكي. طيب هيفتح معانا الصفحه دي، الصفحه دي هو عايز مننا فيها ايه؟ بكل بساطه الصفحه دي هي متعلقه بالبيانات بتاعتك اللي موجوده في البنك اللي انت فاتح فيه الحساب بتاعك، بدليل هنا ان هو بيقول لك الاسم على الحساب المصرفي، اسم المصرف، رمز السوفت بي اي سي اللي هو رمز السوفت كود، رقم الحساب بصيغه الايبان، وهنا بيقول لك بعد ادخال رقم الحساب بصيغه الايبان. طيب احنا هنحصل على البيانات دي ازاي؟ الموضوع باختصار شديد جدا، وانت بتفتح الحساب في البنك انت بتقول للموظف او الموظفه اللي حضرتك قاعد معاها بتاعت خدمه العملاء، انا عايز رقم الحساب بتاعي بصيغه الايبان، وعايز رمز السويفت كود، وعايز الاسم كمان بتاعي زي ما هو انت كتبته دلوقتي وانت بتفتح لي الحساب. بكل بساطه هو هيطلع لك ورقه، هيكون كاتب لك في الورقه دي، هيكون كاتب لك رقم حسابك، وهيكون كاتب لك رقم حسابك بصيغه الايبان، وهيكون كاتب لك رمز السويفت كود، وهيكون كاتب لك اسم البنك، وهيكون كاتب لك كمان العنوان. انت بتاخد كل البيانات دي بتبدا ان انت تعبيها هنا في المكان ده زي ما احنا هنعرف دلوقتي مع بعضنا. اول حاجه معرف المستفيد، معرف المستفيد انت بتسيبه فاضي، ما بتعملش فيه اي حاجه اطلاقا، بتسيبه فاضي هنا بدليل كمان ان هو هنا بيقول لك اختياري، فانت بتسيب معرف المستفيد ده فاضي ما فيهوش اي حاجه، بتنزل على الحاجه اللي بعدها اللي هي الاسم على الحساب المصرفي، بتشوف اسمك هو كاتبه لك ازاي في الحساب بتاعك وبتاخده زي ما هو كده. بس طبعا هنا انت مش هينفع ان انت تكتبه بالعربي، انت لازم هنا تكتبه بالانجليزي، لان انت لو كتبته بالعربي ادسنس هنا مش هيقبله. طب اكتبه بالانجليزي ازاي؟ عندك دلوقتي حلين، الحل الاولاني يا اما ان انت تاخده عن طريق الفيزا بتاعتك اللي هي بمعنى اصح اللي بتطلع لك بتاعه الحساب بتاعك، بتاخد نفس الاسم زي ما هو كده بتكتبه هنا في الاسم على الحساب المصرفي، يا اما انت لو لسه فاتح حساب جديد وانت لسه ما استلمتش الفيزا بتاعتك بتشوف هو كاتبه لك في الورقه هنا ازاي وبتترجمه عن طريق ترجمه جوجل. الموضوع برده باختصار شديد جدا ان الحساب اللي معايا ده هو محطوط في نفس الحاله، ان هو لسه فاتح حساب البنكي امبارح فلسه ما استلمتش الفيزا بتاعته، فاحنا هناخد الاسم زي ما هو طبعه له في الورقه وهنروح كده على جوجل. بعد ما بنروح على جوجل بننزل هنا على الترانسليت او الترجمه، وبنشوف الاسم مكتوب ازاي وبنكتبه بالظبط زي ما هو مكتوب كده وهنترجمه بالترجمه الانجليزيه. طيب خلاص احنا كده ترجمنا الاسم زي ما هو، بنيجي بناخده هنا كده كوبي وبنرجع على الاسم على الحساب المصرفي، بنحط الاسم ده كده هنا بيست. طيب اسم المصرف، انا بالنسبه للحساب اللي انا بتعامل معاه ده او اللي انا شغال معاه حاليا ده الحساب بتاعه على بنك مصر. طيب هنا بيقول لك اسم المصرف، بتيجي انت بتحط اسم المصرف برده زي ما هو كاتبه لك في الورقه اللي انت هتاخدها دي، لان الورقه اللي انت هتاخدها دي هو كاتب لك فيها كل البيانات
البيانات اللي انت هتكون محتاجها. فبرضه حتى اسم المصرف هتلاقيه هو هنا كاتبه لك بالانجليزي. طيب رمز السويفت بي اي سي، رمز السويفت بي اي سي ده اللي هو رمز السويفت كود، وبرضه انت هتلاقيه مكتوب هنا في الورقه اللي هو اعطيها لك هنا بالنسبه لرمز السويفت كود. وفي حاجه برضه انا عايز اقولها لكم بالنسبه لرمز السويفت كود ده، هنعرفها مع بعضنا دلوقتي. هنا رمز السويفت كود بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين بي ام اي اس اي جي سي اكس. وارد ان انت ما يكونش عندك اخر 3 ارقام دول اللي هم مثلا ال 140، وارد ان دول مثلا يكونوا اكسات، يعني بدل ال 140 دول يبقى في بدلهم 3 اكسات. انت ولا هتحط الثلاث اكسات ولا هتحط رقم، يعني بمعنى اصح انت لو رمز السوفت كود بتاعك او اللي هو عطاه لك في البيانات بتاعه الورق اللي هو عطاه لك في البنك، لو هنا محطوط مثلا كده بدل ال 140 دي محطوط اكسات، لا انت هتشيل الثلاث اكسات دول مش لازمينك في اي حاجه خالص. لو مثلا بدل الاكسات محطوط مثلا رقم زي كده مثلا 140 زي الحساب اللي معايا، لا انت بتيجي هنا كده بتشيل ال 140. يعني باختصار شديد جدا لو هو اخره 3 اكسات بتشيل ال 3 اكسات، لو اخره 3 ارقام بتشيل ال 3 ارقام. طيب احنا ليه عملنا القصه دي، او احنا ليه لغينا اخر 3 حروف او اخر 3 ارقام؟ لان لما الدفعه بتاعتك بتتحول لك ممكن ان هو يخصم منك مبلغ من الدفعات بتاعتك، وممكن يصل المبلغ ده الى 20 دولار لو انت حطيت الاخر 3 ارقام او اخر 3 حروف. فمنع لكل المشاكل دي ومنع للخصم اللي ممكن يحصل، انت بتشيل اخر 3 ارقام او اخر 3 حروف تحط الرمز السوفت كود اللي هو بتاع البنك، اللي هو رمز السوفت كود بمعنى اصح العام اللي احنا حاطينه ده هو رمز السوفت كود العام. الرمز السوفت كود اللي بيبقى اخره 3 ارقام او اخره 3 حروف ده بيبقى تحويل على الفرع اللي انت تابع ليه، او بيبقى رقم الفرع اللي انت تابع ليه. فبيتحول الاول على الاداره، بعد ما بتتحول على الاداره الاداره بتبدا تحوله للفرع اللي انت تابع ليه، فكل ده هي بتبقى مصاريف عليهم، هم بياخدوا المصاريف دي من الارباح بتاعتك. فمنع لكل القصه دي انت بتحط رمز السوفت كود زي ما انا كاتبه كده بالظبط، وده رمز السوفت كود على فكره الموحد بتاع بنك مصر اللي هو BMIS EGCX، ده رمز السوفت كود الموحد على فروع بنك مصر كلها. طيب رقم الحساب بصيغه الاي بان، رقم الحساب بصيغه الاي بان ده هو ده الرقم اللي ادسنس بيستعمله عشان يقدر ان هو يحول لك عليها الارباح بتاعتك، لان الحواله من ادسنس بتبقى حواله دوليه، الحواله الدوليه لازم بيستخدموا فيها رمز السوفت كود، ولازم بيستخدموا فيها رمز الحساب او رقم الحساب بصيغه الاي بان. انت بتيجي هنا بتشوف الرقم اللي مكتوب لك، تبدا ان انت تحطه، ولازم ان انت تركز كويس جدا في الارقام اللي انت بتحطها، لان انت لو غلطت في رقم ممكن ان هو يوديك على حساب تاني خالص ما يكونش اصلا رقم الحساب بتاعك، وساعتها هتدخل في مشكله. فانت بتكتب الرقم ده تحديدا لازم ان انت تراجع عليه مره واثنين وثلاثه، وحتى برضو انت لو كتبت الرقم هنا لا قدر الله غلط وجيت كتبته هنا بالشكل الصح هو مش هيبقى مطابق، عشان هنا كده قال لك اعد ادخال رقم الحساب بصيغه الاي بان عشان برضو يبقوا مطابقين لرقمين. فلازم ان انت تتاكد برضو من الرقم اللي انت بتكتبه، لان نكتب الرقم ده هنا كده مع بعضينا. طيب كتبنا خلاص رقم الحساب بصيغه الاي بان، هنا بيقول لك اعد ادخال رقم الحساب بصيغه الاي بان. ما تجيش بقى انت تستنصح وتيجي تاخد الرقم ده كده كوبي وتيجي تنزل هنا تحطه بيست، لا حاول ان انت تكتبه كمان مره عشان برضو ان انت تتاكد ان الارقام فعلا متطابقه، لان الارقام لو مش متطابقه بين الخانه الاولانيه والخانه الثانيه هيقول لك ان في غلط في خانه من الاثنين. فانت عشان كده انا بنصحك ان انت تكتبه مره ثانيه عشان تتاكد ان انت كتبته بالشكل المظبوط وكتبته بالشكل الصحيح. طيب احنا هنا كده كتبنا رقم الحساب بصيغه الاي بان وعملنا اعاده ادخال لرقم الحساب بصيغه الاي بان. الخانتين اللي تحت دول انت بتسيبهم فاضيين ما بتعملش فيهم اي حاجه خالص. طيب هنا بيقول لك ضبط كطريقه دفع اساسيه، قد يتطلب منك اثبات ملكيه طريقه الدفع هذه، وفي حاله ضبطها كطريقه الدفع الاساسيه قد تتاخر عمليات الدفع. مالكش دعوه كل الكلام ده، اهم حاجه بس هنا تتاكد ان انت حاطط علامه الصح دي. بعد كده هنا بتيجي على كلمه حفظ، بتدوس على كلمه حفظ كده الحساب البنكي تم ربطه بحسابك على جوجل ادسنس بدون اي مشاكل وبدون اي تعقيدات خالص. كده انت اول لما توصل للحد الادنى اللي هو 100 دولار، ادسنس هيبدا ان هو يحول لك الدفعات بتاعتك على حسابك البنكي بدون اي مشاكل وبدون اي تعليقات في الحساب وبدون اي حاجه تماما. وهي دي كانت بكل بساطه ازاي انك تربط الحساب البنكي بحسابك على جوجل ادسنس. الموضوع اعتقد انه سهل، الموضوع بسيط، الموضوع ما فيهوش اي تعقيدات، ما فيش اي حاجه اطلاقا، هو الموضوع بس انت في خطوات انت بتمشي عليها لازم تمشي عليها بالشكل الصحيح وبالشكل المظبوط عشان كل حاجه تعدي معاك على خير. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عندك بقى اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك واشترك وسبسكرايبك، واي لينك للتواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جاي، سلام.